السلام عليكم، تحية طيبة جديدة متجددة. الزول بعجالة كالعادة. إذا قصة نابليون لما أراد احتلال مصر، فذهب إلى مصر ووجد ذهب بجيش، وجد الناس يعني لما ترى الجيش تحمل حقائبها ويعني أمتعتها ويعني ركوبها حسنتها وجمالها وتتجه إلى الصحراء. فالجيش نابليون لا يقدر، ماذا يأكل في الصحراء؟ كل شيء صحراء، تهرب من المدن إلى الصحراء. فنابليون قال كيف أستعمر هذه مصر وهذا الشعب؟ فجاءته فكرة، فقال أنا مسلم، أروني إمام المسجد. فذهب إلى إمام المسجد والجماعة وقال له أنا مسلم، وتشهد وصدقه الجميع، وهكذا تسيطر على مصر. فشعب شمال إفريقيا أو شعب شمال إفريقيا هو أمازيغي وعاطفي، يعني تدغدغ مشاعره بسهولة يعني وتحشيها له وكل شيء. فمثلا لما جاء يعني الفتح الإسلامي، فماذا قال الأمويين؟ قالوا بأنه للأمازيغ البربر، قال لهم بأن تكونوا مسلمين يجب أن تكونوا عرب وتحدثوا العربية. فعلى البربر نسبوا أنفسهم إلى العرب وتعربوا، سدش كما يقول ابن خلدون، يعني عاطفيين. فهكذا يحشوها دائما للشعب شمال إفريقيا الأمازيغ. ففرنسا لعبت والاستعمار يعني بعده ديقولو كلعب على نفس النقطة، قال لهم سنوظف هذه الخدعة ونقول لهم سنجد مغرب عربي وعالم عربي، وهم في أنفسهم يربطون يظنون أن العرب هي الإسلام. وكذا أصبحنا أحفاد أبو لهب وأبو جهل، ونسأل الله عز وجل أن نتوب وندخل النار.